أهلا بكم. بعد أن أطلق حفتر عملية كبرى كما سماها تحرير العاصمة طرابلس، وبعد أن استدعى مقاتليه والميليشيات المساندة له، بادر رئيس الحكومة المعترف بها دوليا فايز السراج مباشرة إلى الرد على العملية بدعوة النفير العام لحماية العاصمة مما سماه عدوان حفتر. سيطر حفتر في بادئ الأمر على غريان ومنطقة الزاوية ومن ثم المطار القديم وأجزاء من مطار طرابلس الدولي الذي استطاعت القوات المدافعة عن العاصمة طرابلس استعادة أجزاء منه واستعادة المناطق التي سيطر عليها حفتر والحصول على غنائم عسكرية وأسرى من الميليشيات الداعمة له. لا زالت المعركة بين أخذ ورد بين قوات الوفاق وقوات الجيش الوطني بزعامة خليفة حفتر. ما هي مآرب خليفة حفتر وأهدافه من عملية تحرير العاصمة؟ وما هي أسباب الموقف الدولي المتغير مع تغيرات الوضع في ليبيا؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نناقش الموضوع مع ضيوفنا اليوم في حديث العرب. مضاعفا، فقد انطلقت عملية الاجتياح المقدس. منذ سنوات واللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود وحدات من الجيش في الشرق الليبي يتحدث على عزمه في المضي للسيطرة على كامل تراب البلاد، لا سيما مركز الحكم العاصمة طرابلس، وهو الأمر الذي انطلق لتنفيذه فعلا قبل أيام وسط تساؤلات حول قدرته على تحقيق ذلك. وعلى الرغم من التنديد الدولي الواسع والمخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا، أطلقت قوات حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، فيما قابل ذلك احتشاد القوات الداعمة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا لصد الهجوم. هذا التصعيد تزامن مع تحضيرات الأمم المتحدة لعقد مؤتمر شامل للحوار بمدينة قدامس خلال نيسان الجاري، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط. صحيفة الغارديان أشارت إلى أن الدول الغربية لا تساعد في إرساء الديمقراطية في ليبيا، بل تنظر إلى الأزمة من ناحية دور طرابلس في وقف موجات الهجرة ومكافحة الإرهاب وإنتاج النفط. وذهبت الصحيفة إلى أبعد من ذلك في وصف التخاذل الغربي في حل الأزمة الليبية، قائلة إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة متردد بإصدار بيان يدعو قوات حفتر إلى وقف زحفها نحو طرابلس، ورأت أن ذلك التردد ناتج عن الدعم الذي يتلقاه حفتر من بعض الدول العربية ومن أطراف داخل الحكومة الفرنسية. حكومة الوفاق من جانبها أكدت أن الحل العسكري لم يعد ينفع، بل يجب ترتيب الأمور لإيجاد حل سلمي للصراع الدائر، لكنها لم تتردد في إعلان النفير العام. وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو حذر من خطورة العملية العسكرية الأخيرة على العاصمة الليبية طرابلس، وقال إن الهجمة الأخيرة قد تزج البلاد في مأزق خطير جداً، ومن الضروري وقف الهجمات. من جانب آخر، قالت منظمة يونيسف التابعة للأمم المتحدة إن نحو نصف مليون طفل يتعرضون للخطر المباشر بسبب اشتداد القتال في طرابلس، ويوما بعد آخر تواجه عملية حفتر العسكرية ردود أفعال دولية رافضة، تتصدرها حتى الآن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى، في ظل أحاديث عن وجود دعم إقليمي لتحركاته. لنقاش هذا الموضوع مشاهدينا اليوم في حديث العرب ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد المجيد المنصوري الباحث والمحلل السياسي الليبي، كما يسعدني أيضا أن يكون معنا في الاستوديو اليوم الدكتور محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني الليبي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، لست دكتور على فكرة يعني. أهلا بكم، أهلا بكم أستاذ محمد، وأرحب أيضا بضيفي عبر الهاتف الأستاذ عبد المجيد المنصوري. بداية أتوجه بسؤال لك أستاذ محمد، يعني حفتر أعلن عن عملية سماها بعملية تحرير العاصمة الليبية طرابلس، طالب سكان العاصمة بالاستسلام ورفع الرايات البيضاء وما إلى هنالك، ما هي الأهداف التي أراد بها حفتر بهذه العملية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية لثوار المقاتلين والرحمة والخلود والمجد للشهداء الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم في سبيل عزة الوطن وتحريره.
حقيقة أن حفتر هذه ليس اليوم هو ظهر على المشهد. أنت تعرف أن الشعب الليبي عاش 40 سنة تحت عباءة الاستبداد والظلم، تعرف في 2011، وبمجرد إسقاط النظام دخل فورا في المسار الديمقراطي. وقبل إسقاط النظام يعني الثوار والمشرفين على الثورة أصدروا إعلانا دستوريا، لأن كانت البلد تسير بدون دستور. نعم. وبموجب هذا الإعلان الدستوري، بمجرد التحرير ومقتل القدافي، بعد 8 أشهر من مقتل القدافي تحديدا، خاض الشعب الليبي تجربة الانتخابات لأول مرة بعد عهد القدافي، بعد 40 سنة من أو ربما من 65 آخر انتخابات جرت في العهد الملكي. المسار الديمقراطي لا يرضاه الطامعون في الحكم، ولا ترضاه القوى الإقليمية. هناك يعني هناك قوى في العالم متنفذة لا تريد لمنطقتنا ولشعوبنا أن تتحرر، وأن يكون لها الكلمة العليا في بلادها، وأن تختار حكامها، وأن تحاسبهم، وأن تقيم حكما رشيدا يبني بلداننا. ونقف ندا لجميع دول العالم يريدون أن نحكم بموظفين يأتمرون بما يؤمرون به. بعد ما اختار الشعب الليبي الانتخابات في انتخابات المؤتمر الوطني العام، واستلم المؤتمر الوطني العام السلطة كسلطة منتخبة، ظهر علينا حفتر في شهر 2012، في شهر 2/2/2014، بعد حوالي سنة ونص من انتخاب المؤتمر، وأعلن تجميد الإعلان الدستوري وتجميد المؤتمر الوطني العام، وطلب من ممن يتوهم أنه له أتباع بالقبض على أعضاء المؤتمر، لكن لم يجد استجابة. ظل هذا الإعلان أضحوكة في العالم ولم يستجب له أحد، وظل المؤتمر الوطني يمارس صلاحياته. لكن هناك ضغوط شعبية، أنت تعرف أن شعوبنا مستعجلة على قطف ثمرات هذه الثورات. طيب. وتريد أثر الحرية وأثر البحبوحة، تريد الديمقراطية وأيضا الحكم الرشيد الذي تريده الشعوب. لا، حتى الفقر الذي عشنا فيه، عاش الشعب الليبي في ظل الاستبداد أيضا، يريد أن حتى الأثر الاقتصادي. فلما تأخر، لأن مفعول الثورات ومفعول الديمقراطية لا يأتي سريعا يعني. نعم. فظهرت هناك يعني توجه شعبي لأن ينهى عمل المؤتمر الوطني، وظهرت تشكيلات مسلحة أعطت إنذار للمؤتمر الوطني خلال 3 ساعات تسلم السلطة، ولكن المؤتمر الوطني رفض أن يعني ينتكس المسار الديمقراطي، فقرر إجراء انتخابات مبكرة قبل انتهاء ولايته، ويسلم السلطة لمجلس النواب. مجلس النواب، من اختير في مجلس النواب اختيروا يعني بعد حملة كراهية على يعني على قوة سياسية معينة، فاختيروا أغلبهم من طيف واحد معارض لتوجه المؤتمر الوطني وتوجه الثوار، لأن اختير المؤتمر الوطني في فورة الحماس لثورة فبراير. نعم. بعد السنة ونص مما رأى الشعب، رأى كثير من الرأي العام أن الثورة ليست فيها فائدة، وأنا مرتبي قاعد زي ما هو وقاعد نعاني، فاختيروا من القوة المضادة لثورة فبراير. والغريبة أنهم يعني، ومع ذلك نحن رضينا بنتيجة الانتخاب، وقلنا للمجلس النواب، أعضاء مجلس النواب، تعالوا إلى المؤتمر الوطني واستلموا السلطة. هم رفضوا أن يأتوا. هي من تقاليد الاستلام السلمي أو تداول السلمي للسلطة أن السلطة المنتخبة الجديدة تعترف إلى آخر لحظة بوجود السلطة القديمة وهي تستلم منها. هم ذهبوا بعيدا، ذهبوا إلى مدينة طبرق وين سيطر الانقلابي حفتر الذي أعلن تجميد الإعلان الدستوري. هذا الغريبة، أعلن تجميد الإعلان الدستوري ومنقلب على الدستور، ذهبوا يحتموا به في مدينة طبرق. طيب. فعرفنا أن التوجه العام في البرلمان هو توجه انقلابي على المسار الدستوري وعلى المسار فبراير. مع المجريات اليوم، يعني وفق ما ذكرته سيد نعم. محمد نعم. أين تجتمع أهداف حفتر في عمليات تحرير طرابلس؟ حصل خلاف ما بين البرلمان المنتخب والمؤتمر الوطني، وحسم هذا الخلاف ب
حكم من المحكمة العليا الدستورية وقضى بانعدام البرلمان، لكنهم رفضوا هذا يعني السلوك الانقلابي، يعني كما انقلبوا على الإجراءات الدستورية في التسليم والاستلام انقلبوا أيضا على حكم من المحكمة الدستورية ورفضوه. فجرى حوار ما بين المؤتمر بإشراف الأمم المتحدة، انحازت فيه المبعوث الأممي بالكامل للبرلمان المنعدم والمحكوم بحله، وأعطاهم السلطة التشريعية بالكامل، وأنشأ مجلس الرئاسي فايز السراج، هذا كان عضو في البرلمان المنقلب والمؤيد لحفتر، وجابوه لطرابلس كرئيس للمجلس الرئاسي. هنا حفتر كسب يعني شيئا، كسب أنه يكون عند حد في الرئاسة في العاصمة له يعني يقبل به ويرضى بسلوكه. ولما تم تغييب المؤتمر الوطني العام وفقد ثوار بنغازي الذين كان يشن عليهم حرب إبادة حفتر في بنغازي وفي درنة، فقدوا النصير وفقدوا الظهير وفقدوا الغطاء الشرعي بفقدان المؤتمر الوطني العام، فتمكن بعد حوالي 4 سنوات من أن يحتل كامل بنغازي وطرابلس بنغازي ودرنة. نعم. والآن تفرغ للمنطقة الغربية الآن يعني بعد. فجاء هو هدفه الوصول إلى السلطة، هدفه أن يعيدنا إلى عهد القدافي، وهناك علامات كثيرة على أنه يعني نسخة مقلدة للقدافي. يعني القدافي يعني الأهداف المعلنة لحفتر أنه يريد الاستيلاء على طرابلس حتى يؤسس نظام جديد ويكون هو الرئيس في ليبيا. لا هو يعني هو يريد طبعا تأسيس نظام جديد من النظام الذي طبق جزءا منه في المنطقة التي يسيطر عليها، معناه دائما ما يقول بأنه لن يترشح الانتخابات وما إلى هنالك. انتقل بي السؤال إلى الأستاذ عبد المجيد منصوري، إذن هل أهداف حفتر تقترن بمؤتمر غدامس الذي يقوم بناء على حماية الأمم المتحدة من أجل تهدئة الوضع في ليبيا؟ مساء الخير سأنور أستاذ إلك ولضيفك الكريم، أهلا بكم، ولمشاهديك. نتمنى أن الحوار أي نقد فيه توجه إلى الرأي وليست إلى صاحب الرأي. ما يحصل حاليا حسب رأيي أنا ككاتب سياسي طبعا أنه هو في طرابلس تعددت الميليشيات وتوجهات القائمين، منهم حوالي 4 أو 5 ميليشيات معروفين بالاسم، وفي ميليشيات أخرى صغيرة قد تصل حتى إلى 10. طرابلس نقدر نمثلها مع بعد المقارنة كالمعدة للجسم، يعني ما لم تستقر طرابلس ترتاح وكنت تتب الأمن فيها لا أمل في قيام دولة ليبية دون طرابلس أو العاصمة، لأن هي تضم ما يقرب من 2 مليون ليبي وهذولا من كل مدن وأنحاء ليبيا. مرت سنين طويلة ولم ينتج شيء يوصل إلى قيام دولة، حتى حكومة الوفاق هي غير حاصلة على اعتراف مجلس النواب، وأيضا لم تقم بشيء منذ وصولها إلى طرابلس من حوالي 2015. كان قبل ما يتكون ما يعرف بالجيش الوطني كان هناك حركة فجر ليبيا أو جيش فجر ليبيا سميها، وأنا كتبت مقال في ذلك الوقت أنا نتعامل مع كل الأطياف كل السياسيين وكل توجهات ليبراليين وإخوان مسلمين وغيره على بعد واحد مع الجميع، لأن لا عجز لأحد، يعني لا إقصاء لأحد، الكل ليبيين والكل لهم الحق، وليبيا لن تقوم فيها دولة تستقر إلا بإعطاء حقوق كل العرقيات كل المذاهب كل المعتقدات بشكل يعني حقهم. نرجع لقيام فجر ليبيا قبل ما يطلع الجيش الوطني على الإطلاق، وقلت تفضلوا أمسكوا ليبيا وقل الأمن يستتب، أنا ما عندي فرق، هذا أخواني وهذا ليبرالي كلهم ليبيين مش ضد أي واحد باي. فنجو الآن وصلنا للي احنا فيه، لما حصلت عدد الميليشيات والميليشيات صار وراها يعني مسؤولين ووزراء، كل واحد له هذه ميليشيا وهذه ميليشيا، ودخلت قصة الاستفادة المالية والاعتمادات، فهذه أصبحت آفة لا يمكن أن تستقر معها الدولة، وأصبحوا مجموعتهم كلهم
يعني طرابلس تقدر تقول في حاله اختطاف، لان هم دائما بينتظروا موسم الاعتمادات واصبحت مكاسب شخصيه حتى لامراء بعض هذه الميليشيات. انا عامل التعميم بأجهزة قطاعي. فاحنا حاليا ما يهمنا زي ما انا كنت بقول فجر ليبيا، ما يهمني توجهها من وراها ولا الجيش الوطني الان، ما يهمني كشخص، لان الناس اللي موجودين في الميدان ما هماش فلان ولا فلان، لا هذو ليبيين، شباب ليبيين هم اللي موجودين وهم اللي يقاتلوا. احنا سواء كان الجيش الوطني سواء كان حتى دوله اجنبيه او قبعات زرق، كان لابد من السيطره على الوضع القائم في طرابلس، اللي هو خلينا نكون واقعيين نقولوا كلام يفيد الناس، كلام يصل الى عقل المشاهد، مش في شيء عاطفي او انحياز لفئه زي، اقسم بالله انا لا انحاز لاي فئه، كل الليبيين سواسي. نعم يعني بشكل عام نحن نعرض راي استاذ المجيد. نعم الان حاليا لابد ان نقر بحقيقه ما لم يا سيدي كويس، ليش الميليشيات هذه مثلا اللي الان حتى ما في ناس ما يحبوش الحديث عليها والتوجه لها الحديث، وهذا غير حقيقي، ما لم نصارح انفسنا لن نصل ابدا. الان الميليشيات الاربعه خمسه سته ليش ما كونوش بعضهم كلهم قوه واحده السنوات هذه الماضيه؟ قاعدوا منفصلين وقاعدوا يتوجهوا للمصارف وقاعدوا يتوجهوا للمسؤولين يهدوا فيهم عشان يعطوهم اعتمادات. هذا احنا الان حوالي 8 سنين ونقول له كنا في عهد معمر قذافي الطاغيه ولا اللي هو بتسميه 42 عام، احنا قريب نوصلهم 42 عام. نعم. فبالتالي يا سيدي الفاضل خلينا نكون واقعيين وحقيقيين باش نوصل لحل، اما كلام العواطف هذا حديث ثاني. احنا الان نبوا هذا الميليشيات لو حتى خمس شهور فاتوا تكونوا كلهم مع بعض واصبحوا مكون عسكري واحد، ولكن هم لم يجتمعوا ولم يلتقوا، لان دخلت بينهم الاطماع، دخلت بينهم التنافسات، وقسموا طرابلس الى جزر، عده جزر، انا من طرابلس لا خلاف على ما يريدها الليبيون استاذ عبد المجيد، انا متفق معكم بهذه النقطة كرأي، لكن نحن نتحدث الان عن تطورات جارية في الساحة الليبية منذ حوالي عدة ايام. اسمح لي، منذ عدة ايام هناك عملية يقوم بها حفتر على العاصمة الليبية طرابلس، سماها حفتر بتحرير العاصمة. هناك اهداف واضحة لحفتر، ما هي الاهداف التي يريدها حفتر برأيك؟ انا اتكلم على جيش او ما يعرف بالجيش الوطني اللي هو خلص مناطق في الشرق والجنوب وكذا، انا يهمني الان بدون تشبيهه، لابد الان من هذه الميليشيات ان تقف تتحول يا سيدي بكره الصباح يديروا بيا يلموا بعض ويولوا قوه عسكريه واحده. وبالتالي يدخلوا كلهم في يعني مناقشات توحيد الجيش ويصير جيش واحد، بعدين عندنا الامم المتحده، انت سالت على الامم المتحده، الامم المتحده ماشيه بطريقه سيتم مؤتمر. هذا النقاش الذي كانت الأمم المتحدة تريد أن يكون في مؤتمر قدامس الذي ترعاه، ولكن سبق المؤتمر بعدة أيام عملية من دون أن ندخل في مسميات، ولكن اللواء المتقاعد خليفة حفتر قام بعملية قبل مؤتمر قدامس بعدة أيام. هل أتوجه به السؤال للأستاذ محمد، هل خليفة حفتر أراد تحقيق مكاسب قبل المؤتمر حتى يكون هناك ورقة ضغط سياسي بيده ليحصل على مكاسب في المؤتمر؟ لحظة بس أعطيني دقيقة لأن بفهم شيء أثير في كلام الأستاذ عبد المجيد. من يقاتل حفتر الآن ليس فقط الميليشيات التي في طرابلس ولا المتهمة والتي كنا يعني ضدها ابتزاز الحكومة في الاعتمادات، الذي يقاتل الآن يعني قوات أو يعني تشكيلات مسلحة أتت من مصراتة من الزاوية يعني من غريان من جميع مناطق ليبيا، اتحدوا من زليطن، كلهم لم يكونوا في طرابلس ولم يكونوا يبتزوا الحكومة. هنا كانت هناك ميليشيات صحيح وعندها عليها الملاحظات، لكنها كانت فيه أمل أن تقوى الحكومة وتتأسس الدولة ويتأسس جيش مهني حرفي لا يطمع قادته في السلطة. حفتر الآن احتل بنغازي، ماذا فعل في بنغازي؟ نمر نصف بنغازي وقتل المدنيين، وحصار قنفودة كان يعني مؤلم جدا، قتل فيه أحد يعني رجال النظام السابق بسبب أنه لم يسمح حفتر بخروج النساء، فرفض هذا الرجل الشهم وهو من رجال القذافي، رفض أن يخرج دون أن يخرج النساء المحاصرين، لأن الثوار بنغازي عندما عجزوا عن حماية هؤلاء السجناء التابعين للنظام السابق قالوا لهم تستطيعون أن ترجعوا. طيب. المهم رفض حفتر
يعني المعامل. حفتر لا يقود جيشا، حفتر المغالطة الكبيرة التي وقع فيها الأستاذ حفتر يقود ميليشيا إجرامية، ابنه ليس خريج كلية عسكرية ويحمل رتبة عقيد، من كيف أنت جيش جيش يكون واحد مدني يحمل رتبة عقيد فيه؟ هذا 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 طيب وهم. نحن الآن هناك دعوات، هنا أستاذي هناك دعوات أممية. الذين يقاومون حفتر الآن ليسوا يقاومون إنشاء الجيش أو خطوة في سبيل بناء الدولة، يقاومون عودة ليبيا إلى مربع الاستبداد، عودة ليبيا إلى نظام القدافي، عودة ليبيا. هذا هو الذي لا نريده أن يحصل، وهذا هو القوة التي تقاوم حفتر الآن، لا تريد عودة ليبيا إلى مربع الاستبداد والفساد الذي عانينا منه وبذلنا في سبيل التخلص منه آلاف الشهداء. أعود للسؤال الذي سألتك إياه. حفتر قام بعملية عسكرية قبل أيام فقط من مؤتمر برعاية الأمم المتحدة. هل أراد حفتر تحقيق مكاسب أمام الأمم المتحدة قبل المؤتمر حتى تكون هناك ورقة ضغط بيده؟ نعم، هو واضح أنه هو يريد، لا هو هو لو استولى على طرابلس لن يكون هناك مؤتمر ولن يعترف بأحد. هو هو حتى البرلمان الذي عينه قائدا للجيش، البرلمان في طبرق عينه، نعم، عندما استدعاه لمساءلة ما، طبعا أنا نعينك، ومع ذلك رفض أن يأتيهم. هو ليس معترف بأن يكون تحت سلطة مدنية قائد جيش تحت شرعية منتخبة، لا لا، هو يريد أن يعيد إلينا شخصية القدافي واستبداد القدافي وتحكم القدافي في البلاد والعباد والرقاب والأموال وكل شيء، يعني هذا ما وهذا ما يفعله في المنطقة الشرقية. لا. الآن لا يستطيع أحد في المنطقة الشرقية أن يتكلم وينتقد حفتر بكلمة واحدة، لكننا في طرابلس ننتقد السراج وننتقد وزراءه وننتقد سلوكهم المالي والإداري، ننتقد كل شيء أحرار. ما دامت أفواهنا ليست يعني مكممة، عندنا أمل في بناء الدولة، ما قدرناش نبنوها اليوم، طيب، نبنوها غدوة، لكن إذا كمم أفواهنا حفتر أو القدافي الجديد لن نبني دولة وسنعيد المأساة التي دامت علينا 40 عاما أخرى. نعم، أنتقل بسؤالي للأستاذ عبد المجيد منصوري. أستاذ عبد المجيد، يعني التطورات الحاصلة والجارية الآن في الساحة الليبية، برأيك قوات الجيش الوطني مرؤوسة بخليفة حفتر، هل تستطيع هذه القوات فعلا مقاومة أو الهجوم على قوات الحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس أو في أماكن أخرى؟ هل هي قادرة فعلا أن تكون مجابهة لها أو مساوية لها في القوة؟ شكرا. أنا سعيد الحقيقة بتنوع الآراء الحلقة بيني وبين زميل واحد استوديو. نحترم رأيه بقوة وننظر منه أيضا أن يحترم رأي مستوى. نقطة واحدة بعدين نجي النقطة اللي بنقولها له، أنه ما قام به الميليشيات وغيرها من المسؤولين ومن حكومة الوفاق هو الذي أتى بالجيش الوطني. بتسميه حفتر، سميه أنت حرمة سميه، لكن احنا لا نريد كثيرا أن نركز على الماضي، احنا الآن في اللحظة اللي احنا فيها كيف نطلع. نعم، نحن نتحدث عن هذه اللحظة وما يجري الآن. أستاذ، أول حاجة أستاذ أعطيني فرصة جميلة، الله يخليك، اتفضل. أول حاجة لابد أن نعرف أن ما فيش عودة، قصة العودة ونظام القدافي الدستوري هذه لا تحصل مرة أخرى. فبالتالي الأمم المتحدة مصرة على حدوث المؤتمر غدامش، سواء كان الجيش الوطني سيطر على طرابلس ولا يسيطر، فمؤتمر غدامش سيتم، وهذا يخضع لإرادة الدولية وليست إلى إرادة ليبيين على الإطلاق، سواء كانوا من الجيش الوطني أو سواء كانوا من الميليشيا. فالمؤتمر حاصل، فوق ذلك ستكون فيه انتخابات رئاسية لا شك في ذلك، وأي حد يفكر في الكلام غير هذا أنا أقول لك ماهوش صحيح. نجولي للمنظمة الدولية، المنظمة الدولية هي اللي فرض البند السابع ليبيا، ما فيه شيء يصير في ليبيا إلا بموافقتهم، وحتى ما يجري الآن هو بموافقتهم، وأنت ترى ذلك وتشاهده. فبالتالي نحن تحت البند السابع ونحن تحت الإرادة الدولية، ولن يكون فيه رجوع ابدا. هذا كلام خاطئ جدا حسب وجهه نظري، طبعا دائما الراي الشخصي، ابدا لن يحصل. وبالتالي في شيء ثاني ما جاوبتش عليه ذكرني استاذ عبد المجيد. يعني بشكل عام التصعيد الجاري الان في ليبيا، الامم المتحده والمنظومه الدوليه
هي مطالبة وتطلب من الليبيين التهدئة يعني على مستوى ليبيا، ولكن بشكل عام الموقف الدولي يتغير يوميا وفي كل لحظة مع تغير الحالة في ليبيا. رأينا هذا الأمر عند بدء عملية تحرير العاصمة كما سميت، وأيضا عملية رد العدوان كما سميت من طرف آخر. أكمل معك النقاش أستاذ عبد المجيد وأيضا الأستاذ محمد، ولكن فاصل صغير ثم نعود. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 12380 أفقي. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى حديث العرب. حديثنا اليوم عن ليبيا والتطورات الأخيرة الجارية في الشأن الليبي. معي في الاستوديو الأستاذ محمد مرغيب عضو المؤتمر الوطني الليبي في الاستوديو، وأيضا معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد المجيد المنصوري الباحث والمحلل السياسي الليبي. كنا تحدثنا قبل قليل الأستاذ محمد وما نهى به الأستاذ عبد المجيد المنصوري بأن هناك جيش وطني في ليبيا وأن هناك أيضا عملية عسكرية تقام في ليبيا من طرفين، سواء من طرف قوات الحكومة وأيضا من طرف قوات الجيش الوطني مرؤوسة بخليفة حفتر. الحديث هنا الآن التهدئة في ليبيا هي مطالبة من قبل الأمم المتحدة. الأمم المتحدة رعت مؤتمر من أجل هذا الأمر، ولكن جرى عكس ما تريد الأمم المتحدة بوجود الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أنطونيو غوتيريس. أدى هذا الأمر إلى تأجيل المؤتمر وربما إلغاء المؤتمر. إذا تحدثنا عن أهداف للدول من تأجيل هذا المؤتمر، لن نتحدث على الشأن الداخلي الليبي، ولكن ما هي الأهداف التي تسعى إليها الدول من تأجيل هذه المؤتمرات والوصول إلى حالة تسوية سياسية في ليبيا؟ هو زي ما قلت لك أن البعثة الأممية ليست حرة، يعني من شروط المبعوث الدولي النزاهة والموضوعية والاستقلالية. لم يكن المبعوثين الأمميين مستقلين كخبراء يعني في حل النزاعات، كانوا يتلقون توجيهات من القوى المتنفذة في العالم يعني والمسيطر على الأمم المتحدة، وهذه القوة ليست لها مصلحة في أن تقوم ديمقراطية في ليبيا ولا تقام دولة في ليبيا، دولة يعني للشعب فيها سلطان. السيد عبد المجيد يقول ما الذي أتى بحفتر؟ حفتر وقال ميليشيات الاعتمادات اللي ابتزت الحكومة. لا. يا سيدي حفتر ابنه سرق المصرف المركزي في بنغازي، سرق أكثر من مليون دينار ذهب إليه إذا كنت أنت تبي تبني دولة، هذا مقر المصرف المركزي، لماذا تخرج الأموال من المصرف المركزي ويأخذها قائد عصابة أو قائد جيش أو قائد تشكيل مسلح؟ ما هو مبرر هذه الأفعال؟ يعني أنت مسيطر على الحكومة وعندك حكومة وعندك وزارة مالية وعندك مصرف مركزي، ما الذي يدعو ابن صدام ابن حفتر اللي اسمه صدام اللي مسميه على نعم. يعني شخصية أخرى معروفة الإيحاءات التي تعطيها، وذهب إلى المصرف المركزي وأخذ الأموال، أفرغ الأموال، ثم ادعي بأن هذه الأموال أفسدتها مياه المجاري. هذا يعني هذا تسويق للوهم، ثم تقول لي أن حفتر لا يطمع في سلطة. ولكن أنا أتحدث عن نقطة أستاذ محمد، وأتوجه أيضا بهذه النقطة إلى الأستاذ عبد المجيد منصور يعذرني. هناك كان عدة لقاءات بين فايز السراج وخليفة حفتر من أجل عملية توافقات وأيضا تسليم خليفة حفتر لقيادة الجيش ضمن الحكومة وما إلى هنالك. سميت هذه التوافقات والاجتماعات بتنازلات قدمت من قبل حكومة الوفاق من أجل الوصول إلى حل سياسي في ليبيا، لكن
الأمر تطور فيما بعد، فبعض الاجتماعات يبدو في الصور، طبعا أحد المراقبين قالها، يبدو في الصور بأن هناك حفتر وأيضا فايز السراج توصلها إلى اتفاق، لكن هذا الأمر لا يلبث 48 ساعة حتى يتغير جميع ما كان في الاتفاق وينقض الاتفاق. على من تقع المسؤولية في نقض الاتفاقات وأيضا الوصول إلى تسوية سياسية في ليبيا؟ لمن السؤال؟ طيب على عاتق من؟ ألو، سؤال لمن؟ لي أنا؟ أسألك لك أستاذ عبد المجيد. نعم، أول حاجة أنت كنت وجهت لي بسؤال وبعدين قلت لي لحظة إعلان وبعدين حولت الكلام لأستاذ محمد، لكن نرجع لسؤالك أنت الآن. تعليقا على كلام الأخ، أنا أكد لك مرة ثانية ولازم نطلع من حكاية توجيه كلام ضد شخص معين، أنا ما هذا لا يعنيني على الإطلاق، أنا لا معاه لا شريكة ولا شيء. أنا بنأكد لك على أن المؤتمر في قدام السيناتر، نأكد لك أنها حتكون فيه انتخابات رئاسية. الموضوع اللي صار في دبي أبو ظبي أنا ما كنت معاهم، لكن من خلال متابعاتي الدقيقة وصلاتي بشخصيات أوروبية كبيرة من صداقاتي يعني إلى حد الآن، حتى في البرلمان الأوروبي أنا قدمت لهم اسمها لفترة معينة، أنا كنت أول عربي يتحدث فيه بدون وظيفة سياسية وحكومية. فنأكد لك 100% بأن هم عارفين وهم أيضا يهمهم هدوء الوضع في طرابلس. لا تنسى، لا تنسى أن الجيش الوطني بدأ عمليته وأمين عام الأمم المتحدة في فندق في طرابلس. يعني عذرا أريد سؤالك أستاذ المجيد، عذرا يعني الأمين العام للأمم المتحدة هو موجود في ليبيا وأطلقت العملية في ليبيا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خرج من ليبيا وهو يدعو إلى التهدئة وألا تثار المشكلة، المشكلات في طرابلس، فكيف إذا موجود في طرابلس؟ كيف وهو موجود في طرابلس؟ طيب إذا كيف ستكون هناك تهدئة بطرابلس في عملية التحرير؟ يا أستاذ بالله من فضلك خليني نوضح وجهة نظري، لأنني طلبت مني المشاركة في الحلقة. تفضل تفضل. لكن لم يكن لي حرية الكلام. بس أقول لك يعني باي. أول حاجة لازم ما نضيعش الوقت في التاريخ الماضي والمؤتمر الوطني والفصل المركزي للقصة هذه. أول حاجة لازم نعرف احنا الليبيين أن نحن لازلنا تحت البند السابع، هذه حقيقة. خلينا نقول كلام يفيد المشاهدين باي، لا مش كلام فيه ضغط عواطف. هذه حاجة. الحاجة الثانية أن لابد في ليبيا تقوم الدولة وفق رضا الأمم المتحدة. قامت القائم الجيش الوطني الاستعداد والدخول إلى طرابلس وأمين العمى، هذه لأول مرة تصير يمكن بلكي في التاريخ. طيب الآن لازم نعرف أنه لابد من هدوء طرابلس. أنا شخصيا ليس ضد الميليشيات الموجودة في طرابلس شخصيا بشكل شخصي، لو اتحدوا ولا اتحدوا بكرة الصبح ممكن نخش بمفاوضات، لكن نرجع للي بيحصل الآن، حتصير انتخابات رئاسية، وأن الشعب الليبي لا يمكن أن نحن نتهمه بالجهل ونحل محله ونوزع الحقوق الوطنية ونعطي أراء بدل الشعب الليبي هو اللي حيكون يستفتى في على الدستور وفي الصندوق. نعم. من يجيب الصندوق الليبيين لازم يقبلوا به. نعم أستاذ عبد المجيد. هذا كله حيصير نكدوا لك راما، ماش كلام ثاني. نعم أستاذ عبد المجيد، أريد الترحيب أيضا مشاهدينا الكرام بالأستاذ جمال عبد المطلب المحلل السياسي الليبي معنا من طرابلس. أستاذ جمال أهلا بكم إلى هذه الساعة للحديث عن ليبيا في حديث العرب. يعني التقارير الدولية وما جرى في طرابلس، كيف كان الوقع على المدنيين الموجودين في طرابلس، وكيف تعاملت حكومة الوفاق وأيضا القوات الموجودة في طرابلس مع عملية الاعتداء التي سمتها حكومة الوفاق أو عدوان حفتر على طرابلس؟ سيدي الكريم أحييك، أنا أول مرة أتشرف بالاتصال بقناة الرافدين المحترمة، ويعني أترحم على البطل حارث عباري ومن معه من الأبطال الذين يعني شرفوا تاريخ العراق ورفضوا أن يبيعوا أنفسهم بالدولارات. شكرا لك. الحقيقة يا سيدي يعني هناك قوات مشتركة بيننا وبينكم، طبعا في فرق في مسألة التعداد السكاني عندكم، مسألة المذهبية أكثر، مسألة التعدد، لكن في قاسم مشترك. البلد غني، أنتم أغنياء وإحنا نفس الشيء، من علينا هي قصة البترول هذه. يعني هناك سؤال كثير، هل هي نعمة أم نقمة التدخل الأجنبي؟
أنا لن أريد أن أخوض في هذه العجالة في تفاصيل كبيرة في تشويش الثاني. لا أريد أن أخوض في متاهات وأنتم عندكم التقارير، ولكنني سأشير لك إلى أفتح من فضلكم رأيت أشر بجواتي واحد ضابط فيما يسمى بميليشيات حفتر الكرامة الذي يدعو بأنهم جيش وطني اسمه محمود الوطني، يقتل الناس على الهوية بلا محاكمة جهارا نهارا، يمارس إعدامات بيديه بأمر من حفتر. هذا السيد اللي معاك اللي اسمه عبد المجيد يقول وراء هذا ليس بجيش جاء للعاصمة الآمنة. سيد فرح نحن ننتقده عند عيوب هو المجلس الرئاسي، ننتقده جهارا نهارا ولا يطيبنا ولا يقتلنا. أما هم في بني غازي وفي طوة الرجمة لو تكلموا بكلمة واحدة على حفتر أو على خطه يقتلون ويسحلون ويسجنون. سيد سراج مع مدنية الدولة نحن ننتقده، ابن عائلة محترمة، رجل مدني، مهندس راقي. أما حفتر فهو رجل يتبع للسيسي ويتبع لحياته. أستاذ جمال، بعد العملية التي قام بها بعد العملية التي بدأ بها حفتر منذ عدة أيام، ما الذي أجبر حفتر اليوم على التراجع من تخوم العاصمة طرابلس؟ ما الذي أجبره على الخروج من المطار؟ ما هو الفاعل الرئيسي الذي استطاع فعلا أن يخرج حفتر؟ الذي الأولى كانت مغادرة وكان هناك تقصير من حكومة الرار وكان هناك بعض، ولكن الآن تجمعت القوات من الزاوية، من طرابلس، من الزوارة، من طويتن، من مصرات، قوات الجيش، نواة الجيش الوطني الحقيقي اللي في العاصمة المتحضرة، الحاضرة المتحضرة، ليس الأعراف والهمج الذين ينتهكون الحرمات ويقتلون الأسرى. الذي أجبره الرجال، وصلت القوات الآن وتنظمت وبدأت غرفة عمليات واتصالات وصدوها عن العاصمة، ومتبعين التوار والجيش الوطني التابع لحكومة المتابع متبع استراتيجية لا يستخدم أسلحة ثقيلة، لأن المنطقة فيها سكان وفيها مدنيين ويحافظ على قواته، ولكن الآن بدأ يصد قوات حفتر، وبدأت الانهيارات والاستسلام في جيش حفتر لجله عدد كبير منه شباب تحت 20-17 قصر سيحاسبهم القانون، يقتلون الأسرى يا سيدي ويسرقون البيوت. نعم استاذ جمال، انتقل بسؤال الى الاستاذ عبد المجيد منصوري. في العراق يجب ان تعرف يجب ان يعرف الحقيقه. شكرا لك. اي همج واعراب وعملاء. استاذ جمال تسمعوني؟ نرجو ان تبقى معنا استاذ جمال. انتقل بسؤال الى الاستاذ عبد المجيد منصوري. استاذ عبد المجيد، الاستاذ جمال عبد المطلب من طرابلس يقول بان الوضع في ليبيا الآن أو الوضع في طرابلس الآن قد شهد تجمع لثوار من مصراتة ومن العديد من المناطق يشكلون نواة جيش وطني ليبي حقيقي، ويقول بأن قوات حفتر هي تحمل الأطفال في بين ثنايا هذا الجيش. إذن أين الجيش الوطني الموجود؟ هل هو فعلا عند حفتر أم الجيش الذي يقاد الآن من الحكومة الموجودة في طرابلس؟ هي صغيرة بدري ما جاوبت عليها. أول حاجة نتمنى دائما خلال هذا الحوار أن لا يتجه الكلام إلى الأشخاص بل إلى نحن نتحدث عن رأي أستاذ عبد المجيد، فهناك رأي عند حضرتك ورأي عند الأستاذ جمال. تمام أنت بدري سألتني على من كان السبب في فشل استمرار التوقيع على اتفاق أبو ظبي، صح؟ نعم. بعد ما تم الاجتماع في أبو ظبي واتفقوا على هذا، كان في موعد في جنيف يتم عليه التوقيع، وكانت مقر المنظمة المتحدة مكتبها في جنيف جاهزين ينتظروا، واللي انسحب هو رئيس الرئاسة. هذه موجودة موثقة وارجع لكل مدونات الإعلام. من ناحية ثانية، الآن أنت تسأل في أنا من سيفوز، الذين تجمعوا من مدن كما يحكي أستاذ جمال، أنا ما عندي علم بهذا الموضوع، أو الجيش الوطني. أنا لست بعسكري، لا أستطيع أن نقول من يفوز. نحن لا نقول من يفوز، ولكن نقول أستاذ عبد المجيد، نحن نقول بأن هناك من يستطيع أن يسيطر
ويجعل الأمن موجود، ما عندي مشكلة. نحن لا نرجح كفة أحد على أحد، ولكن نقول بأن هناك تجمعات من عناصر من الثوار تجمعت، وهؤلاء هم النواة الحقيقية للجيش الوطني الليبي كما يقول الأستاذ جمال. ولكن لا أرى أن هم حيفوزوا على جيش منظم، لكن أنا نرجع لك المية للمرة المية، ما عنديش عاطفة أي أنا اللي سيطر يفرض الأمن على طرابلس ويوحد ميليشياتها ولا مقاتليها، ما عنديش مشكلة. طيب لو توجهت إلى سؤال للأستاذ محمد، هناك من يقول بأن دخول حفتر إلى العاصمة طرابلس يهدف إلى إنهاء المجلس السياسي أو الرئاسي في العاصمة. من جهة أخرى لو تحدثنا عن المواقف الدولية المتغيرة، فرنسا كان موقفها الأوضح في بداية الأمر، كانت تدعم خليفة حفتر منذ البداية ومنذ فترة طويلة بعمليات حفتر، ولكن غضت الطرف عن العملية في بدايتها كما وحال الكثير من الدول إلى أمريكا التي كان ردها حازم بعدم دخول حفتر إلى طرابلس. في الوقت الراهن فرنسا قامت بالتغيير الموقف ربما عندما اختلف الميزان، وقالت بأن السراج يجب أن يكون جزءا من الحل السياسي في ليبيا ودعت إلى التهدئة. ما الذي تريده فرنسا وأوروبا بشكل عام من ليبيا؟ هل تسعى لنشر الفوضى أم فعلا تبحث عن حل سياسي في ليبيا؟ هم الأوروبيين يهمهم الاستقرار، لا يهمهم كيف يحكم الشعب الليبي، يهمهم أن الهجرة تقف، الهجرة غير الشرعية تقف، ويهمهم استمرار إمدادات النفط في ويعني وما يسمونه بالإرهاب أيضا. لكن كيف يتم هذا؟ هم من مصلحتهم أن يتم هذا الاستقرار، يعني كما سماه الله يرحمه جمال خاشقجي استقرار القبور. هذا السكون اللي تحت الاستبداد، تحت عباءة الاستبداد، هو هذا المطلوب، هذا هو بالنسبة لأوروبا، هذا هو الوضع المثالي لهم. ليش؟ لأنه يضمن الاستقرار والأمن الذي ينشدونه، ويضمن ألا تنهض هذه الشعوب من وحدتها، من ضعفها ومن تفرقها ومن تخلفها ومن جهلها. احنا 40 سنه تحت الاستبداد، ليس في طرابلس مستشفى للقيمه، الليبيين ماتوا في الطرق بحوادث السيارات يعالجوا في تونس وفي مصر وفي الاردن. وماذا فعل الان حفتر في استتب له الامر في بنغازي؟ ماذا فعل؟ هل وجاء لبنغازي بحجه الاغتيالات؟ هل تم التحقيق في أي جريمة من جرائم الاغتيالات التي برر بها حفتر هجومه على بنغازي؟ عملية دخول بنغازي ربما كانت هي عملية اجتياح على، لا، هو حرب استمرت، هو اجتاح أو هاجم الثوار الذين أقلبوا نظام القذافي أو حاربوا القذافي وأسقطوا نظام القذافي. وعلى فكرة هؤلاء الثوار هم من حرس، يتهمهم بالإرهاب، ولكن هم من حرس صندوق الانتخاب في 2012، وهم من حرس صندوق الانتخاب في 2014 أيضا، انتخابات البرلمان. ما فيش جيش، ما كانش حفتر موجود أو عنده جيش يقدر يسيطر بها ويحمي به صندوق الانتخاب. هؤلاء الثوار اتهمهم حفتر بأنهم إرهابيين. بالله عليكم في الدنيا كلها هل هناك إرهابي يحرس صندوق الانتخاب؟ ليس هناك، هذه أوهام، هذه أكاذيب لإعادة الاستبداد إلينا. مشى ومات حفتر، مات القذافي، يراد أن يعاد إلينا الاستبداد في شخص حفتر. نحن ضد الاستبداد ونريد إقامة دولة مدنية ديمقراطية تتداول فيها السلطة سلميا ووفقا لنتائج صندوق الانتخاب، وتحترم فيها كرامة الإنسان. أنتقل بالسؤال للأستاذ جمال عبد المطلب. أستاذ جمال، يعني من الذي يستطيع اليوم الوصول إلى حل سياسي في ليبيا؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال الكبير، أنا أحيي الأستاذ الكريم الذي بين كثير من الحقائق، لأننا نحن مع مدنية الدولة يا سيدي، ونحن مع صناديق الاقتراع، ونحن ضد عبادة الأفراد، ونحن ضد تكرار قصة معمر القذافي وابنه المعتصم وسيف حفتر. يريد أن أولاده يعطيهم رتب بدون كلية عسكرية، ويشتري لهم الأبراج في دبي، ويعيش في الأرض فساد. نعم، مرة أخرى سؤال حق، من الذي يستطيع جلب الاستقرار السياسي والتسوية السياسية إلى ليبيا اليوم؟ سيدي
الجزائريين حاولنا نحن في طرابلس ليس جهوية المعركة الخطية ومن معنا من ناس من الجنوب وناس العقلاء بالرغم من أننا لسنا راضين عن أداء السيد الدراج ومن نعم طرابلس المشاكل في بعض التجاوزات في انتهاكات لحقوق الإنسان نحن يعني بالرغم من كل هذا نحن نسعى قطعنا شوط تحسنت الظروف المادية تحسنت وضع العملة الصعبة الكهرباء قطاع الوضع الأمني الثابت قطعنا شوط بدأ الدراج والإخوة معه كما قال أختي فتحي بشاغة وقال الدراج قدم الدولات لحفتر من أجل الوطن لكي لا ينشطر الوطن مثل لحفتر وقالوا ادخلوا في العملية السياسية ولكنه يا سيدي باستمرار لا يؤمن إلا بالدم عند عقدة الهزيمة مهزوم في تشاد يبحث عن انتصار وحني المنطقة الشرقية وعاتت من أرض الفساد وتزن وقال عن مصر ضد ليبيا كان لو صار خلاف ما بين ليبيا ومصر أنا مع مصر قال هذه حظ نفسها باعتراف سيد الأدلة وفتح قاعد إفراطيين الذين دخلوا إلى المهم الحل يا سيدي لابد أن يكون يجلس معنا عقلاء كناس غير أسوياء ليس حفتر يجون ناس آخرين محترمين عقلاء ويجلسون على طاولة مستقرة وتقدم التنازلات من جميع الأطراف فترة معينة تلتقي للانتخابات ويحكم ليبيا الصندوق وتبنى دولة جديدة والاستباحة يكون رجل مدني مش عسكري مجنون العالم كندا وأمريكا شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال عبد المطلب بكل الأحوال وصلنا لحظة حفتر يريد السيطرة على طرابلس لأن أغلب الشعب الليبي في طرابلس ثلثي الشعب الليبي في المنطقة الغربية ولو حصلت انتخابات في حرة ونزيهة ممكن يحصل على أصوات المناطق التي يسيطر عليها لكنها أقلية هو يريد الثقل السكاني ليسيطر عليه ليتحكم في نتيجة الانتخابات ويصل إلى الحكم بطريقة ملتوية شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد مرغب عضو المؤتمر الوطني الليبي كما توجب الشكر الجزيل مشاهدينا الأستاذ عبد المجيد منصوري الباحث والمحلل السياسي الليبي كما انضم إلينا أيضا في هذه الحلقة الأستاذ جمال عبد المطلب المحلل السياسي الليبي والذي كلمنا عبر الهاتف من طرابلس الشكر موصول لكم مشاهدينا على متابعة حديث العرب والسلام عليكم ورحمة الله